الإمام ابن القيم يقول والناس في الصلاة على مراتب خمسة، هم قالوا فيهم كلهم في صف واحد لكن قال مراتبهم ما له، ناس فوق وناس شنو ناس تحت. قال المرتبة الأولى الأدنى مرتبة من لم يحافظ على الركوع ولا سجود وانشغل عنها بالخطرات والوساوس. الأعلى منها شوية، من حافظ على الركوع والسجود اطمأن فيها ولكنه انشغل عنها بالخطرات. أحسن منه شوية المرتبة الثالثة، من إذا قام إلى صلاته جاءه الشيطان لكي يسرق صلاته، فهو يدافع الشيطان، فهو في صلاة وجهاد، يحاول أن يجتهد يكون مع الإمام، يحاول يجتهد أن يكون مع القراية، يحاول يجتهد يكون مع الدعاء، ده في عبادة وجهاد. المرتبة الرابعة، من إذا قام إلى صلاته لم ينشغل عنها بغيرها. في مرتبة أحسن من كده؟ قال نعم. الإمام القيم قال من قام إذا قام إلى صلاته ارتاح لها وسكن لها وهي أحب الأعمال إلى قلبه وهي قرة عينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال. يقول ابن القيم فالمرتبة فالأول معاقب والثاني معاتب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب.